أول حاجة نبدأ نتكلم عليها هي الكاردياك فيسيولوجي، إزاي القلب بيشتغل. بداية القلب هو عبارة عن سينكرونايز دبل بامب. يعني إيه سينكرونايز دبل بامب؟ يعني عندنا بيسكلي عندنا في الجزء اليمين والجزء اليسار من القلب، كل واحد فيهم بيشتغل بيعمل بامبنج للقلب بشكل يعني معين، بحيث إن الرايت بارت بيضخ الدم اللي هو الفينس بلاد اللي هو بيبقى فيه فيري لو أكسجين و very high CO2، بيتم ضخهم لللانجز في الحاجة اللي احنا بنسميها الدورة الدموية الصغرى او البالمونري سيركيليشن. الجزء اليسار من القلب هنلاقي ان هو بيضخ الدم من خلال الاورطة، يعني بيستقبل القلب بيستقبل الدم من الرئتين بعد ما تم ان هو حصل له اوكسجينيشن هناك، فيبقى very high O2 و very low CO2. بيتم ضخ الدم دوت من خلال الاورطة لجميع اجزاء الجسم في الحاجة اللي احنا بنسميها اللي هي الدورة الدموية الكبرى او السيستميك سيركيليشن. الفكره بقى ان القلب نفسه كبامب بيبقى فيه اكتيفيشن هو اللي بييسر ان يكون في عندنا سينكرونايزيشن للاكتيفيتي اللي بتحصل في جميع انحاء عضله القلب. طبعا احنا بنتكلم على ان احنا عندنا في الاذين اللي هو بيتكلم على الاتريا اللي هي رايت وليفت اتريا، بيبتدي يحصل لهم انقباض في الاول، الدم بيتكون في الاتريا وبعد كده بينزل منهم عن طريق الانقباض الاولاني دوت للفنتريكلز اللي هي البطين، والبطين بعد كده هو اللي فيه عضله قويه تقدر تدفع الدم بقوه من خلال البالمونري ارتري والاورتا للتو سيركيليشنز اللي موجودين عندنا اللي هي البالمونري والسيستميك. علشان الكلام ده يتم بشكل دقيق وبشكل صحيح، لازم الكنترول بتاع الانقباض بتاع العضله دي لازم يتم بشكل في يعني اوقات محدده وفي سينكرونايزيشن بالاجزاء المختلفه وبعض. فالكلام ده بيحصل عن طريق وجود حاجه بنسميها الساينو اتريال نود، هي اللي بتبدا الانقباض كله او بتبدا الاكتيفيشن اللي بيحصل على اساسه الانقباض في جميع انحاء عضله القلب. يعني عشان كده بنسمي الساينو اتريال نود ديت بنسميها البيس ميكر. بيس ميكر معناها هي الحاجه اللي بتعمل الانيشيشن للانقباض او الالكتريكال اكتيفيتي اللي بتسبب الانقباض عضله القلب، بتبتدي من عند الساينو اتريال نود. بنتكلم على ان الاكتيفيشن اللي بيحصل لنا في الساينو اتريال نود دوت الحقيقه بيتم بطريقه اوتونوميك. يعني ايه؟ بيتكلم على حاجه يعني بنسميها اوتو ريذم. اوتو ريذم دوت معناه ان هو يعني الانيشيشن بتاع الانقباض عضله القلب بيحصل بطريقه اوتوماتيك، ما بيحتاجش ان احنا يجي لنا بالس مثلا من جزء معين من المخ عشان يحصل الكلام ده. بيجي لنا حاجات زي مثلا بنسمي حاجه، يعني في عندنا حاجه اسمها السمباثيتك نيرفس سيستم، بيبقى في عندنا يا اما سمباثيتك يا اما يعني سمباثيتك اور باراسمباثيتك اكتيفيشنز، دي بتعدل شويه الاكتيفيتي اللي بتحصل في الثانيه اتريال، تخليها ابطا شويه مثلا او تخليها اسرع شويه، تخلي الكوندكتيفيتي ابطا شويه او اسرع شويه، بس في الاخر الريذم نفسه بينشا من القلب نفسه. بعد ما بينشا الاكتيفيتي في ما بتبتدي الاكتيفيتي في ساينو اتريال نود، بتبتدي تنتشر في جميع انحاء الاماكن اللي فيها الاتريا، فيبتدي الاتريا يحصل لها انقباض. بعد كده بيبقى في عندنا جزء في النص كده بنسميه الاتريو فنتريكولار نود، بيبتدي عند النقطة دي يحصل انتشار للالكتريكال اكتيفيتي من الاذين للبطين، بيبتدي ينتشر بقى من خلال المنطقة دي من خلال النقطة دي للبطين، بيبتدي بعد كده يتحرك في حاجة اسمها باندل اوف هيز او اللي هي يعني بيركنجي فايبرز، بيبقى موجودة عندي اللي هي موجودة عندي في جميع انحاء عضلة القلب، بيبتدي بقى من خلالها الانقباض بتاع البطين. فبالتالي احنا بيحصل عندنا انقباض الاول في الاذين عشان ياخد الدم اللي تجمع من كل انحاء الجسم او من عند البالمونري ارتري البالمونري فينز، علشان ينزل بعد كده في البطين الايسر والبطين الايمن، بعد كده الانقباض في البطين يدفع الدم ده بقى للبالمونري سيركيليشن والسيستميك سيركيليشن بشكل منظم. فالحقيقه العمليه دي بتنشا من الساينو اتريال نود وتنتشر بعد كده كالكتريكال اكتيفيتي في جميع انحاء عضله القلب، والالكتريكال اكتيفيتي هي اللي بتسبب انقباض عضله القلب بشكل يكون فيه سينكرونايزيشن ويخلي البامب اللي هي يعني عضله القلب دي عباره عن بامب، يخليها تعمل بشكل فيري افيشنت وفيري افكتيف عشان تدفع الدم بشكل كافي.
بنستنتج من طريقه عمل القلب او فيسيولوجي بتاع القلب ان القلب بيشتغل كبامب كميكانيكال بامب، بس الاوبريشن بتاع الميكانيكال بامب دي بيحصل بناء على اكسايتيشن، والاكسايتيشن ده بيبقى الكتريكال. ففي عندنا ظاهره كهربيه يعني متزامنه مع الظاهره الميكانيكيه اللي هي بتقوم بالفعل او الوظيفه الاساسيه بتاعه القلب. الظاهره الكهربيه دي زي ما احنا شايفين هنا كده هنلاقي بيسكلي عندنا اكسايتيشن بيبتدي في نقطه اللي هو السبيس ميكر، ويبتدي ينتشر في الاتريا، وبعد كده من خلال الساينو اتريال نود اللي هو الاتريو فنتريكولر نود بيخش على الفنتريكلز، وتبتدي تعمل اكسايتيشن لكل المسل فايبرز الموجوده في القلب اللي هي المايوكارديوم، ويبتدي يعمل لنا الميكانيكال اكشن المفروض احنا محتاجينه علشان القلب يقوم بوظيفته. فبيسكلي في عندنا داخل القلب في عندنا الكتريك كارنت ماشي زي ما احنا شايفين كده في الانيميشن، والالكتريكال كارنت دوت اكشوالي لو احنا وقفنا في اي مكان خارج القلب نقدر ان احنا نشوف جزء منه. بمعنى احنا عندنا دلوقتي حاجه، اولا الالكتريكال فينومينا اللي احنا شايفينها قدامنا دي بنسميها الفيكتور كارديوجرام. الفيكتور كارديوجرام ده عباره عن ال 3 دي محصله بتاعت كل الالكتريكال اكتيفيتي اللي حاصله هنا داخل القلب في جميع الاوقات، يعني عند اي وقت لو احنا خدنا النت بتاع كل الكرنتس اللي موجوده يعني بيسك ده الفيكتور كارديوجرام. الفيكتور كارديوجرام نتيجه ان هو اكسايتيشن في 3 دايمنشن ستراكشر اللي هو الهارت اللي هو العضله بتاعت القلب اللي هي يعني هي ثلاثيه الابعاد. اوكي، فبالتالي احنا بنتكلم على فينومينون بتبقى ثلاثيه الابعاد. النقطه بقى ان احنا بنشوفه عشان يطلع دايجنوستيك سيجنال يعني بعد كده يعني كاي سي جي او حاجه زي كده، احنا اللي بنعمله ان احنا عندنا الفينومينا دي المحصله بتاعتها بتبقى يعني لو احنا تخيلنا ان النقطه بتاعت المحصله بتبقى هي النقطه اللي احنا عاملين لها التراجكتوري هنا كده، فاللي بيحصل انها بتفضل تلف في 3 دايمنشنال تراجكتوري بالشكل ده كده. احنا بقى ممكن ان احنا نبص عليها في البلين دوت او في البلين دوت او في البلين دوت عشان نقدر نشوف ايه اللي بيحصل ونقدر نستنتج اذا كان القلب شغال بشكل سليم ولا لا. ففعليا احنا بنتكلم على ان احنا عندنا الالكتريكال اكسايتيشن في القلب هو حاجه 3 دايمنشنال، وزي ما هنشوف كده احنا بنعمل قياسات في دايمنشنز مختلفه او في اماكن مختلفه علشان نشوف نفس الفينومينن دي من زوايا مختلفه او من اماكن مختلفه. عشان اشوفها بشكل كامل لازم يبقى عندي يعني بيسكلي عندي الفيجواليزيشن بتاع عضله القلب دوت او فيجواليزيشن بتاع الالكتريكال اكتيفيتي لازم يكون في مالتيبل بلينز عشان اقدر اشوف الكلام ده بشكل واضح. يعني فبيسكلي يعني الفيكتور سم اللي احنا بنتكلم عليه دوت احنا بيسكلي هو ده اللي احنا بنشوفه، وهو ده اللي في الاخر لما احنا بناخد قياسات في اي مكان هو ده اللي في الاخر بيدينا السيجنال اللي هي بتكورسبوند الالكتروكارديوجرافي. فنتكلم بالظبط بقى بيحصل ازاي الكلام ده. يعني ده ال 3 dimensional trajectory اللي بيحصل بالظبط ان احنا لو احنا بنقيس في particular axis. يعني انا بتخيل دلوقتي وده اللي بيحصل practically في معظم القياسات بتاعت القلب بيبقى في عندنا electrodes. الالكترودز دي لو انا تخيلت مثلا بشوف الالكترود اللي على الرايت ارم وعلى الليفت ارم في بينهم فيكتور، في بينهم يعني basically في بينهم خط مستقيم. اللي انا بشوفه براكتيكالي هو البروجكشن بتاع 3 دايمنشنال تراجكتوري اللي انا بتكلم عليه اللي هو الاصلي، بشوف البروجكشن بتاعه على الخط ده بالذات. لو انا اخذت انذر لاين يعني في مكان اخر هشوف خط تاني، اشوف شكل مختلف. يعني اكني بالظبط عندي حاجه 3 دايمنشنال موجوده قدامي وانا بلف حواليها اشوفها من كذا انجل. فبيسكلي الحاجه اللي احنا لازم نفهمها كويس قوي ان الاي سي جي اللي احنا بنشوفه دوت هو عباره عن البروجكشن بتاع ال 3 دايمنشنال تراجكتوري اللي هو بيعبر لي عن محصله الفيكتور كارديوجرام. فبيسكلي بنتكلم على يعني لو انا بتكلم على الليد دايركشن مثلا هو الليد دايركشن اللي هو ده كده مثلا، هلاقي ان انا هنا ببتدي مثلا في النقطه دي اللي هي نفس النقطه اللي احنا بنبتدي عندها هنا دي كده بيبتدي يتحرك يعمل البي ويف، يعني يتحرك بالشكل ده كده. فلما انا بشوفها هنا لما انا بتحرك هنا كده انا شايف على الدايمنشن ده بس كده على الاكسس ده بس ان هو بيطلع بيزيد في الاتجاه ده، بعد كده لما بينزل في الاتجاه ده بيرجع تاني لمكانه زي ما كان، بعد كده بيبتدي يتحرك في الاتجاه اللي هو كده، يبتدي يتحرك ان هو بينزل تحت شويه يجيب لي النقطه دي، وبعد كده يبتدي يطلع في الدايركشن ده كده يجيب لي النقطه دي، وبعد كده بينزل تاني يجيب لي النقطه اللي تحت دي. فكل الكلام ده واضح هنا النقطه دي، وبعد كده نقطه اللي هي الكيو والار والاس بيطلعوني من ان انا مشيت في الدايركشن ده كده ورجعت تاني هنا كده،
وبعد كده بمشي هنا كده في الدايركشن ده علشان اعمل التي ويف اللي في الاخر خالص. فبيسكلي كل واحده منهم طبعا بتعبر عن اكسايتيشن بيحصل عندنا داخل القلب. يعني مثلا اللوب الاولانيه دي بتعبر لي عن الاتريال اكسايتيشن، الكيو ار اس بتعبر لي عن الفنتريكولار اكسايتيشن، التي ويف دي بتعبر لي عن يعني بتكلم بقى على عكس الاكسايتيشن، هو اللي هو ريبولاريزيشن. ريبولاريزيشن بيسكلي هو ده اللي بيرجع فيه القلب زي ما كان في اول السايكل تمام. فبنتكلم على ان يعني كل الحاجات دي الحقيقه انا معتمد فيها ان انا بصيت على الاكسس دوت. لو انا بصيت على اكسس في دايركشن تاني مثلا اكسس هنا مثلا ولا حاجه، هشوف شكل الاي سي جي بشكل مختلف. وعشان كده الحقيقه بنستعمل مالتيبل ليدز او مالتيبل يعني دايركشنز عشان ناخد منها الاي سي جي سيجنال، عشان كل واحده بتبص لنا على الشكل الثري دايمنشنال دوت من انجل مختلفه، وبالتالي بتعرض لي حاجه ممكن ان هي تديني معلومه اضافيه بالاضافه للاكسس اللي انا شايفه دلوقتي حالا هو في شكل الاي سي جي المعتاد. فبيسكلي زي ما بقول كده دلوقتي احنا عندنا دلوقتي مجموعه الكترودز بيسكلي الساجيتال بلين، يعني بيسكلي عندنا في الكترودز يعني مثلا في الفي 2 والاي في ار او اي في اف، الاثنين دول بيعبروا لي عن الساجيتال بلين، واحده من البلين. لو انا خدت الثري دايمنشنال يعني الجزء بتاع الثري دايمنشنال هارت مثلا شكله كده، الساجيتال بلين هو عباره عن البلين اللي هو بيبقى بالشكل ده كده، اللي هو بيعبر لي عن البلين اللي هو متجه للامام ومن الامام للخلف. الفرونتال بلين هو عباره عن البلين بتاع الصدر نفسه، يعني بتكلم ان هو الحاجه اللي هي الدايركت اللي هنا دي كده بالظبط. بتكلم على الترانسفيرس بلين هو الكروس سكشن. فهنلاقي ان احنا عندنا مجموعه ليدز، في عندنا هنا تو ليدز يقدروا يجيبوا لي معلومات عن الساجيتال بلين، عندي هنا خمسه ليدز يجيبوا لي الفرونتال بلين، عندي هنا سته ليدز يجيبوا لي الترانسفيرس بلين. فبالتالي باستعمال مجموعه الليدز دي كلها اقدر اكون فكره كامله عن ال 3 دايمنشنال فيكتور كارديوجرام، يعني بناء على ان انا بصيت لها من الثلاثه بلينز الاساسيين اللي موجودين عندي في 3 دايمنشنز. طبعا كل ما ببص من انجل مختلفه كل ما بيكون عندي شكل الاي سي جي مختلف، يعني نفس الاي سي جي هو لما ببص له من الاي في ار مثلا واحده من الليدز اللي هي اللي هنشوفها دلوقتي بيبقى شكله كده، لما ببص له من الاي في ال بيبقى شكله حاجه ثانيه خالص، ده مش نورمال واب نورمال، بتكلم على نفس السيجنال هي نفس دي بالظبط هي بالظبط، عشان ببص لها من انجل مختلفه بتطلع لي بشكل مختلف. طبعا هنا الطبيب لما بيبص على الحاجات دي بيبقى عارف ان الليد الفلانيه المفروض يطلع فيها شكل الاي سي جي كذا. وبعض الاريثميز بعض المشاكل اللي بتحصل في القلب بتظهر في ليد معينه، فهو بيبقى دارس عارف شكل السيجنال بالظبط بتبقى عامله ازاي في كل واحده من الانجلز دي، وبناء عليها بيقدر يشخص بناء على كده. يعني ما اقدرش مثلا اقول ان انا لما اشوف سيجنال زي كده، لو انا فرضا السيجنال دي كانت موجوده مثلا في الاي في ال يبقى شكلها مختلف، لان الاي في ال المفروض النورمال بتاعها شكله كده. فبالتالي لما يبقى في ريفرسال مثلا الكيو ار اس يبقى معنى كده في حاجه غلط، انما في الاي في ار اللي هو الليد اللي اسمه اي في ار ده شكلها طبيعي جدا. فبالتالي احنا كده زي ما احنا اكننا بنبص على 3 دايمنشن اوبجكت من كذا انجل، عمرنا ما بنشوف نفس الحاجه من كل الانجلز، كل انجل بتدينا زاويه مختلفه شكل مختلف بس هو نفس الاوبجكت. عشان اقدر اتعرف على الاوبجكت بشكل كامل لازم ابص له من قدام ومن الجنب ومن تحت، بحيث ان انا اقدر ان انا اكون فكره عامه عن ال 3 dimensional structure بتاع الحاجه اللي انا ببص لها. نفس الكلام بيحصل لنا بالظبط بالنسبه للالكتريكال اكتيفيتي اللي احنا بنسميها الفيكتور كارديوجرام. بالنسبه للاي سي جي في عندنا مجموعه حاجات الحقيقه تعرف لنا ايه اللي بيحصل في الاي سي جي، يعني كل جزء في الاي سي جي بيعرف لنا حاجه معينه من اللي بتحصل داخل القلب. طبعا زي ما انا كنت قلت ان احنا عندنا في الجزء الكهربي يعني اللي هو بيعبر لنا عن الاي سي جي، او يعني عامه الحاجات اللي احنا بنقيسها في الاي سي جي هي بتعبر عن حاجه لها علاقه بالميكانيكال فانكشن، بس ما هياش الميكانيكال فانكشن، دي عباره عن الاكسايتيشن سيجنال اللي بتسبب الميكانيكال فانكشن. بس كل جزء من الاي سي جي سيجنال بيعبر لنا عن حاجه معينه لها علاقه باللي بيحصل داخل القلب. على سبيل المثال البي ويف هي بتعبر عن اتريال اكسايتيشن، البي كيو سيجمنت اللي هي اللي هنا دي كده بتعبر عن الكوندكشن بتاع الاكسايتيشن للفنتريكلز. يعني احنا عندنا الاتريا كانت اكسايتد دلوقتي، احنا في عندنا اللي هو الاتريو فنتريكولر نود بيبقى فيها شويه ديلي قبل ما بتوصل السيجنال للفنتريكلز عشان تعمل سينكرونايزيشن بشكل سليم، عشان تسمح للانقباض بتاع الاتريا ان هو يكون خلص
ويكون الدم كله نزل في الفنتريكلز قبل ما يعمل انقباض في الفنتريكلز، فبالتالي بيبقى في عندنا ديلي، والديلي ده بيبقى بنعبر عنه بالبي كيو سيجمنت اللي هو الجزء اللي هنا دوت اللي هو المفروض يكون فلات. الكيو ار اس كومبلكس ده هو عباره عن يعني جاي من الاكسايتيشن بتاع الفنتريكلز. طبعا العضله بتاعت الفنتريكلز دايما بتبقى ثيكر، يعني جدار القلب في الفنتريكلز في البطين لازم يبقى يعني ثيكر عن يعني اسمك من الاتريا، وبالتالي بيبقى الانقباض بتاعه بيسبب سيجنال اكبر بكتير من السيجنال اللي هي بتجي لنا من الاتريا. يعني عشان كده بنلاقي الكيو ار اس هنا الحقيقه اكبر بكتير من البي ويف اللي هي كانت بتكورسبوند للاتريال اكسايتيشن. فالفنتريكل اكسايتيشن هو الكيو ار اس. الجزء اللي هو الاس تي سيجمنت والتي ويف ده الريبولاريزيشن اوف فنتريكلز، ده الجزء اللي بيرجع فيه كل بقى خلاص الاكسايتيشن خلاص بيكون خلاص بيخلص، واخر التي ويف هي بيسكلي هي ان كل حاجه رجعت زي ما كانت قبل بدايه الكاردياك سايكل. فبالتالي احنا بنتكلم على ان احنا اي تغير مرضي داخل القلب او في الاكسايتيشن باترن اللي بيحصل في القلب بيظهر لنا على طول في منتهى الوضوح في الاي سي جي. علشان نقيس الاي سي جي عندنا مجموعه من الليدز نقدر نحصل منهم على سيجنال زي ما احنا قلنا كده بتعبر عن بروجكشن لل 3 دايمنشنال كاردياك اكتيفيتي على الدايركشن بتاع الليد دوت. اول واحد واهم واحد الحقيقه ولازم دايما يستعمل هو حاجه بنسميها الايدهوفن ليدز، او ساعات بيسموها البايبولر ليمب ليدز. الحقيقه بيسموها بايبولر علشان هو بيحط الكترود عند الرايت ارم والليفت ارم والليفت ليج، او بيسكلي ساعات ممكن يحطها هنا، يعني ممكن يحطها في الجزء دوت هنا كده في يعني مثلا الرايت ارم يحطها هنا على الجزء العلوي من الارم، والليفت ارم يحطها هنا، والليفت ليج يحطها مثلا على البطن مثلا تحت شويه. في الاخر هو بيكون مثلث بالشكل ده كده. لما ببص على الفرق بين السيجنال بتاعه الرايت والليفت ارمز ببقى ببص على الليد 1، الفرق بين الار والاف اللي هي الرايت ارم والفوت ده بنسميه ليد 2، الثالث بقى اللي هو بين الليفت ارم والفوت هو ليد 3. زي ما احنا شايفين كده الثلاثه موجودين في بلين واحد، وهو البلين بتاع اللي هو الفرونتال بلين، البلين اللي هو بتاع منطقه الصدر عموما، اللي هو بتكلم على الحاجه اللي هي في الامام، يعني اللي هي المنطقه الاماميه بتاعه الجسم. فبنتكلم على ان اول حاجه الليد الاولانيه والثانيه لو هما موجودين عندي اقدر احصل منهم على الثالثه، لان هما زي ما احنا شايفين كده هو عباره عن مثلث. لو عرفت دي وعرفت دي اقدر اجيب دي في منتهى البساطه. فهما بيسكلي عشان كده دايما الطبيب ممكن يبص على واحد واثنين وبعد كده ممكن ثلاثه يتجاب من واحد واثنين، مفيش اي مشكله خالص. فده بيعبر لي او هما بيسموه البايبولر ليد علشان هو بياخد دايما الفرق بين تو الكترودز، باخد الفرق بين الالكترود ده والالكترود ده، او الالكترود ده والالكترود ده، او الالكترود ده والالكترود ده، لازم يبقى في فرق بين تو الكترودز عشان كده بيسموها بايبولر. يعني النقطتين اللي انا باخد الفرق بينهم مفيش نقطه فيهم كومن، لا ده هو بيسكلي بنتكلم على ان هما الاثنين فيهم سيجنال وانا باخد الفرق بين التو سيجنالز بتوعهم. الحقيقه بالنسبه للرايت ارم زي ما نشوف بعد شويه، عاده ممكن ان احنا نستعمل رايت لاج علشان حاجه مش جراوندنج بقى بالظبط، يعني بسميها حاجه زي اكننا باخد كومن كده او بقلل بيها حاجه اقول عليها بعد كده، يعني بتقلل بعض انواع النويز اللي بتبقى سوبر امبوز على الاي سي جي. بس عامه بالنسبه للقياس الرايت لاج ملهاش اي دخل في القياس خالص. النوع الثاني بيسموه جولد برجر او اليوني بولر ليمب ليدز. هو الحقيقه بيستعمل نفس بالظبط نفس الالكتروز اللي احنا بنستعملها في الايندهوفن ليدز، بنستعملها هي بس بنستعملها بطريقه مختلفه. بناخد النقطه اللي في النص دي ككومن بوينت، والنقطه دي كانوا ساعات زمان بيعملوها عن طريق مجموعه ريزيستورز، يعني بياخدوا مثلا هنا بيحط ريزيستنس بين الليفت ارم مثلا والريزيستنس ثانيه عند الفوت، وياخد النقطه اللي بينهم زي ما احنا شايفين هنا كده، يعني في الجزء دوت حاطط الريزيستنس بين الاثنين، ريزيستنس من هنا ريزيستنس من هنا، بياخد النقطه اللي في النص. effectively انا بجيب هنا حاجه بسميها الاي في ار اللي هي اللي بيسموها ساعات الاوجمنتد ليمب ليد. الاي في ار دي بتجيب لي سيجنال في الدايركشن دوت. طبعا احنا بنتكلم على الدايركشن دوت هو موجود في نفس المثلث اللي هو موجود في نفس البلين، فكلهم الحقيقه في الفرونتال بلين. يعني بيسكلي النقطه هنا ان انا باخد يعني بسميه اول حاجه يونيبولر ليمب ليد علشان انا باخد بين
ليمب ليد، يعني واحده من الالكترودز الموجوده على الليمب، وبيسكلي اطرح منها كومن، او اطرح منها كومن سيجنال، وكومن سيجنال دي لكل النقط هي واحده. ففي الاخر احنا بنحصل على سيجنال في الدايركشن دوت، وسيجنال في الدايركشن دوت، وسيجنال في الدايركشن دوت، بيدوني شكل مختلف للاي سي جي سيجنال، مختلف شويه عن ال1 وال2 وال3. زي ما احنا شايفين كده، هي نفس البلين هو واحد بس، يعني هم كلهم في الفرونتال بلين، بس واحد ممكن يديني سيجنال شكلها كده، والتاني يديني واحده كده، والتالت يديني واحده كده في الاينتهوفن ليدز، في اللي هو الاي في ار، اي في ال، اي في اف، اللي هم الجولدبرجر ليدز، بيطلع لي سيجنال شكلها مختلف بالشكل ده كده، اكني بالظبط كده يعني عملت يعني روتيشن مثلا للانجل اللي انا ببص منها، فشايف حاجه بشكل مختلف. فالحقيقه ساعات بعض المشاكل اللي موجوده في القلب ممكن تظهر في الاوجمانتد ليدز اكتر منها بالنسبه لل مثلا اللي هي الاينتهوفن ليدز. فدي عامه بتبقى كانها يعني طريقه اخرى لان احنا نكزامن نفس السيجنال بتاعت الاي سي جي. طبعا نلاحظ ان احنا بالنسبه للاينتهوفن ليدز وبالنسبه للجولدبرجر ليدز محتاجين ثلاثه الكترودز بس، واحد على الرايت ارم، واحد على الليفت ارم، واحد على الليفت فوت، مش محتاجين اي حاجه ثانيه. يعني طالما عملت اكوزيشن للاينتهوفن ليدز اقدر احسب الجولدبرجر ليدز في نفس الوقت، ومحتاج لهم بيسكلي هم ثلاثه الكترودز اقدر احسب منهم الليدز ديت. الحقيقه المشكله في النوعين اللي احنا اتكلمنا عليهم دلوقتي، اللي هم ايندهوفن وجولدبرجر ليدز، ان هم كلهم في نفس البلين، كلهم في الفرونتال بلين. زي ما احنا قلنا الفي سي جي او الالكتريكال اكتيفيتي بتاعت القلب، الحقيقه لازم ان هي تكون، هي اصلا طبيعتها 3 دايمنشنال، فلما اجي ابص لها من اتجاه واحد بس، من اتجاه بلين اللي هو الفرونتال بلين وبس، ما بقدرش اشوف كل حاجه، لازم ان انا اشوف دايركشنز ثانيه عشان اقدر اشوف منها الاكتيفيتي بشكل احسن. فالحقيقه الويلسون ليدز، او بسميها اليوني بولر تشست ليدز، الحقيقه دي بتعمل كده بالظبط. في عندنا مجموعه من الالكترودز بتتحط على القفص الصدري، وزي ما احنا شايفين كده القفص الصدري الحقيقه بتلف مع القفص الصدري بحيث ان هي تعمل سكاننج للترانسفيرس بلين. فمعنى انها بتعمل سكاننج، او بيبقى دول موجودين بيعملوا ترانسفيرس بلين هنا، انا دلوقتي بقى عندي البلين ده بقى اضافه موجود، وفي الوقت نفسه اقدر اخد واحد منهم مع مثلا الليد 2 مثلا، واقدر اعمل اشوف اللي هو الساجيتال بلين اللي هو البلين الثالث. فبيسكلي معنى ان انا يعني لما ببص على مجموعه الالكترودز اللي هي في الويلسون ليد، اللي هم عباره عن ستة الكترودز، بيضيفوا لي بلين جديد، وبيضيفوا لي يعني اشكال مختلفه للاي سي جي. زي ما احنا شايفين كده شكل الاي سي جي فعلا مختلف فيهم كتير جدا عن الاي سي جي اللي شفناه من الاينتهوفن ومن الجولدبرجر. فبالتالي بيدينا فرصه، او بيدي الطبيب فرصه، علشان يقدر يشوف معلومات اضافيه عن ال 3 dimensional cardiac activity ما يقدرش يشوفها من اي ليد تاني. ودي الحقيقه بتستعمل دايما مع يعني في الحالات مثلا اللي هو محتاج فيها تفاصيل اكتر شويه، لما يلاقي مثلا في حاجه شكلها abnormal في الليدز اللي هي العاديه، بيبتدي بعد كده يعمل investigation باستعمال بقى 6 الكترودز الاضافيين دول. طبعا احنا بيبقى عندنا زي ما احنا شايفين كده، احنا عندنا لو عايزين اكواير كل الليدز اللي هم ال 12 ليد، اللي هم الاينتهوفن، الجولدبرجر، الويلسون، يعني 12 سيجنال، احنا محتاجين effectively محتاجين 3 الكترودز علشان اللي هو الليمب ليدز، ومحتاجين هنا في بالنسبه للويلسون ليد محتاجين 6 الكترودز. وبالتالي وفي عندنا طبعا الاضافه اللي هي الجراوندنج اللي هو بيبقى في الرايت فوت، ده بيبقى الكترود ثاني اضافي. فبالتالي احنا براكتيكالي اقصى عدد للاسلاك او للليدز اللي احنا بنحتاجها عشان نوصلها بالبيشنت بتبقى 10، 6 علشان الويلسون، وثلاثه بنجيب منهم بوث الاينتهوفن والجولدبرج، بالاضافه طبعا للجراوند اللي هو بيوصل بالرايت ليج. عشان نفهم الالكترود بيشتغل ازاي، عشان نفهم المشاكل اللي بتحصل منه، الحقيقه في عندنا يعني لازم نتخيل اللي بيحصل بالنسبه للالكترود الكترولايت انترفيس. بيسكلي احنا بنتخيل الالكترود عباره عن حاجه شكلها ميتاليك بالشكل ده كده، دايما بيبقى فيه بينه وبين الجسم فيه الكترولايت. الالكترولايت ده بيبقى وات ايفر بقى هو شكله ايه، بس بيبقى الكترولايت. بيبتدي يحصل تغير، او بيبتدي يحصل ان في بعض الاتومز اللي موجوده عندي هنا على السيرفيس تبتدي بعد كده تسيب السيرفيس بتاع الالكترود، تبتدي تبقى موجوده عندي في الالكترولايت. وبالعكس بقى بيحصل ان في الكترونز، لو انا عملت كده بيبقى فيه يعني لما بتنزل هنا بتنزل كايون، وبيبقى فيه هنا بيسكلي لو بتكلم على ده ميتال يبقى اكيد هينزل بوزيتيف ايون، بيبقى فيه عندي الالكترونز موجوده هنا، والالكترونز دي الحقيقه
يعني بتديني هنا، يعني بيبقى فيه certain potential، وال certain potential ده ممكن بعد كده اقدر اخده واقدر اقيسه واقدر هو ده اللي يجيب لي سيجنال بتاعت الحاجه اللي بتحصل فيه ناحيه البيشنت. بنتكلم على ان يعني basically بعد شويه لو انا عندي هنا في بالانس بين الاثنين، بعد شويه بيبقى في بالانس بين الجانبين دول، بيبقى في عندي هنا ميتال وفي عندي الناحيه الثانيه بيبقى في الايونز اللي موجوده عندي في الناحيه الثانيه بتعمل حاجه بنسميها دبل لاير. دبل لاير دي بيبقى بيسكلي بتبقى كانها كاباسيتنس. حسب نوع الالكترود بيبقى ممكن الكلام ده يبقى طاغي او ممكن يبقى يعني مينيمم. يعني effectively احنا بنتكلم على الموديل بتاع الالكترود بيبقى حاجه بالشكل ده كده. الكاباسيتنس دي بتعبر لي عن الدبل لاير، ان بيبقى في عندي الجزء اللي هو في الالكترود الالكترويد انترفيس بيبقى عندي هنا الميتال ده بيبقى لاير، والناحيه الثانيه يبقى الاينز اللي بتطلع دي بتبقى موجوده كلاير ثانيه، وفي النص بينهم بيبقى في بيور ووتر بيبقى بيسكلي اكنه عازل. فبالتالي بيبقى في اكن في عندي كاباسيتنس. الكلام ده بتكلم عليه في نوع اسمه بولاريزابل الكترود بيبقى دوميننت. بولاريزابل بيبقى هو ده يعني العلاقه بين الالكترود والالكترولايت بتخلي فعلا المسافه اللي بين الالكترولايت وبين الالكترود بتبقى بيور ووتر، وبالتالي بتبقى عازل، وبالتالي نقل السيجنال بيبقى كاني بنقل السيجنال بتاعتي في كاباسيتنس. لو عندي نوع تاني بسميه نون بولاريزابل، النون بولاريزابل ده الحقيقه بيبقى بيسكلي يعني العلاقه في الالكترود والالكترولايت بيخلي فيه فريدم للموفمنت بتاع الالكترونز من هنا لهنا. يعني بمعنى ما بيبقاش في الدبل لاير دي بتبقى الايفكت بتاعها بيبقى مينيمم، وبالتالي بيبقى في حريه لحركه الايونز بين الالكترولايت وبين الالكترود. فبالتالي بيبقى هي مجرد بس ريزيستنس بتبقى موجوده بين الجزء اللي فيه بيعبر عن البيشنت او الجسم يعني، والجزء اللي هو الميتاليك اللي هو بيعبر عن الالكترود. فده الحقيقه بيبقى يعني طبعا ممكن يبقى له مزايا، لان طبعا لما يكون في عندي كاباسيتنس نتوقع ان هو لما يكون عندي سيجنال الفريكونسي بتاعتها قليله شويه، الامبيدنس بتاعت الكاباسيتنس هي 1 على جي اوميجا سي، فبالتالي يعني كل ما الفريكونسي قلت او قربت من الصفر الامبيدنس بتاعتها عاليه جدا جدا جدا. فطبعا زي ما احنا عارفين لما يكون الامبيدنس بتاعت السورس بتاعتي تبقى يعني عاليه بيبقى عندي مشاكل ان انا بعد كده اكبر السيجنال او ان انا حتى احصل على سيجنال مفيده من الاساس يعني. فبالتالي احنا بنتكلم على الموديل الاساسي هو عباره عن يعني ريزيستنس في النون بولارايزبل الكترودز وكاباسيتنس في البولارايزبل الكترودز. فبيسكلي هي يعني اي واحده فيهم هتكون دوميننت حسب نوع الالكترود نفسه ايه. بالاضافه لكده بيبقى في عندي حاجه اسمها الهاف سيل بوتنشال. احنا هنا عندنا الكترود موجود في الالكترولايت. لو احنا فاكرين فكره البطاريه كان بيبقى فيها تو الكترودز من نوعين مختلفين، وبيسكلي بيحصل بينهم فرق في الفولتج. يعني هنا مثلا لو حطيت ميتال مثلا من نوع معين مثلا هلاقي ان عندي اللي بيحصل ان البوتنشال بيبقى حاجه معينه، لو حطيت ميتال من نوع تاني هنلاقي ان برضو عندنا البوتنشال بيبقى مختلف، بيبقى في فرق بوتنشال بين الاثنين. لما بحط 1 ميتال بس بيبقى في عندي حاجه بسميها الهاف سيل بوتنشال، بيبقى عندي بس البوتنشال اللي موجود على واحد من الالكترود اللي هو الالكترود وبس. فده الحقيقه بيختلف برضو حسب نوع الالكترود، يعني هنا نوع الالكترود نفسه اللي موجود عندي بيحدد لي الهاف سيل بوتنشال ده بيساوي كام. ده ممكن يبقى حاجه بالفولت زي ما احنا شايفين هنا كده حسب نوع الالكترود. يعني مثلا اللي هو الاي جي سي ال اللي هو الصوديوم اللي هو السيلفر كلورايد الكترود بنتكلم على بلس 0.223، بنتكلم على الانواع الاخرى ممكن توصل اكشوالي انها تبقى تقريبا 1.7 بلس ماينس 1.7، حاجه كبيره جدا جدا جدا. طبعا كل ما صغر الهاف سيل بوتنشال بيخلي برضو اسهل بالنسبه لي ان انا اخد السيجنال واكبرها من غير ما يحصل لي مشكله. لو انا عندي هاف سيل بوتنشال كبير والسيجنال اللي انا بقيسها صغيره، لما اجي بكبر السيجنال ممكن الهاف سيل بوتنشال دوت يعمل لي مشكله ان هو يخلي الامبليفاير بتاعي ساتوريت. فبيسكلي احنا في الايديال الكترود عاوزين ان هو يبقى نون بولارايزبل عشان يبقى الموديل بتاعه ريزيستيف، عاوزين ان هو يبقى الهاف سيل بوتنشال بتاعه از سمول از بوسيبل. وبيسكلي يعني طبعا الانواع الاخرى اللي بيبقى فيها بولارايزبل الكترودز الحقيقه دلوقتي بقى فيها مشاكل وبقت الناس تحاول ان هي تبعد عنها. فبيسكلي ده الاساس اللي احنا بنتكلم عليه. وغالبا الحاجه اللي هي الالكترود اللي هو الاي جي اي جي سي ال اللي هو السيلفر كلورايد الكترود ده الحقيقه بيبقى الالكترود نفسه بيبقى السيلفر،
والالكترولايت بيبقى اللي هو سيلفر كلورايد، وبالتالي ده الحقيقه بيبقى من افضل انواع الناس بتستعملها دلوقتي بالنسبه للالكترود. فعامة نقدر نلخص المتطلبات بتاعت الاي سي جي الكترودز، وعلى فكره دي ممكن نعتبرها متطلبات لاي قياسات الالكتروفيسيولوجيكال سيجنال زي مثلا اي اي جي او الاي ام جي. يعني عامة بيبقى في عندنا مجموعه جنرال ريكويرمنتس، ان احنا يبقى في عندنا لو الكتريكال انترفيس امبيدنس، يعني الالكترود نفسه ما يزودش امبيدنس عاليه للسورس اوف يعني فيسيولوجيكال سيجنال، عشان ما يبقاش في صعوبه بعد كده في تكبير السيجنال. لازم تبقى هايلي ميكانيكالي ريزيستنت، يعني بمعنى ان هي يعني ما يحصلش مثلا ان انا بركب الالكترود ويحصل ان هو يبريك ابارت، يعني يكسر مثلا، او يبقى سهل قوي ان في اجزاء تطلع من بعض مثلا. فهو لازم يكون يعني ميكانيكالي راجد، يعني يكون متين. بنتكلم على لو انترفيس او هاف سيل بوتنشال، يعني هاف سيل بوتنشال احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، يبقى اقل ما يمكن، لان هو ده لما بنيجي نكبر السيجنال ممكن يعمل لنا بعض المشاكل. يبقى لازم نحط فلتر عشان نشيله، علشان ما يبقاش مثلا مكبر ب 100 مره مثلا. لو انا بكبر سيجنال 0.1 فولت مثلا او 1 ملي فولت مثلا، بكبرها 100 مره، بتبقى مثلا يعني ممكن تطلع تبقى مثلا 100 ملي فولت. اوكي، لو عندي عليها هاف سيل بوتنشال 1 فولت، يبقى معنى كده لما اجي اكبر، لما اجي اضرب الكلام ده في 100، هيحصل ان يبقى في الفولتج اللي طالع لي هيساتوريت الامبليفاير، فبالتالي مش هقدر اشوف السيجنال بشكل سليم. فلازم يكون الانترفيس اقل، او كل ما كان الانترفيس او الهاف سيل بوتنشال ده كل ما كان اقل كل ما كان افضل. طبعا بيبقى لو ديستورشن اوف سيجنال، يعني ما يبقاش بيعمل بياد هو نفسه ديستورشن للسيجنال. طبعا ده له علاقه شويه بالالكتريكال امبيدنس، لكل ما الامبيدنس زادت كل ما زود نويز على السيجنال. برضو البولاريزيشن، كل ما كان نون بولاريزابل كل ما كان افضل. لو احنا بنتكلم على ان طبعا الاختيار الاساسي هو لازم يكون نون بولاريزابل الكترود، ويعني ده بيبقى افضل طبعا نتيجه، لان هو بيبقى الانترفيس بينه وبين الجسم بيبقى كريزيستنس مينلي، ما بيبقاش في كاباسيتنس، فبالتالي اللو فريكونسي سيجنالز ما يحصلهاش ديستورشن. بالنسبه بقى لشكلها العام، ممكن يبقى في اشكال زي كده، بيبقى ساكشن الكترود ده بيركب فيه هنا الليد نفسه، وهنا الساكشن ده بيبقى راكب على الجسم، بيبقى بيسكلي ده بيركب بمجرد بس ان هو بعمل بضغط الجزء ده بيبقى عباره عن رابر، بيبقى عباره عن مطاط بضغطه، وبعد كده بحط الالكترود على الجسم وبسيبه، فبالتالي بيعمل ساكشن، والساكشن دوت بيمسك الجلد مع الالكترود اللي هو عباره عن الجزء دوت. ده بيبقى ريوزابل، وممكن ان احنا نعمل له بعد كده كليننج وديس انفكشن بحيث ان هو يبقى يوزابل بالنسبه لكذا بيشنت. يعني النوع الثاني اللي هو بيبقى ديسبوزابل، اللي هو عاده بنشوفه كتير، اللي هو زي ده كده، بيبقى بنسميه فلوتنج او هيدروجين الكترود. ده بيبقى عباره عن الالكترود وهو نفسه بيبقى محطوط عليه الجل، مجرد بس ان انا بشيل الكفر بتاعه واحطه على الجسم، وبعد كده احط هنا الليد نفسها، احط هنا الكونكشن للجهاز بتاع الاي سي جي واخد منه السيجنال. في الحقيقه الاي سي جي ليد طبعا عشان عددهم كبير ممكن يحصل لخبطه واحنا بنركب الليز، وبالتالي طبعا الجهاز ما بيبقاش عارف بالظبط السيجنال دي جايه من الليد المظبوطه ولا لا. فعشان كده بيبقى في عندنا كلر كود لكل واحده من الليدز، علشان في الاخر يبقى يعني في تركيبها ما يعني نقلل الخطا شويه. ففي عندنا تو مين كودز معروفين، اللي هو اليوروبيان كود والامريكان كود. فكل واحد فيهم الحقيقه بيبقى عندنا عدد من كل واحده من الليز اللي احنا بنتكلم عليها، سواء الار او الال او الاف او الحاجات دي كلها، والسي طبعا اللي بنتكلم على السي 1 سي لغايه سي 6، بنتكلم على دول اللي هم التشست ليدز، او الفي 1 لغايه في 6 اللي هم التشست ليدز، نفس الحاجات اللي احنا يعني شفناها من شويه. كل واحده بيبقى لها كلر مختلف، وبالتالي بنتكلم على ان بيبقى فيه بساطه شويه، ابسط شويه بالنسبه لليوزر علشان يقدر يركبهم، بحيث ان هو يعني يبقى الخطا اقل ما يمكن. والحقيقه ممكن ان احنا نجيب يعني كذا ميكانيكال شيب زي ما احنا شايفين كده، يعني ممكن الشكل بتاع الليد نفسه يدخل في الالكترود كبنانا او كنيدل، ويبقى فيه مسمار مثلا بيقفل عليها، او ممكن يبقى سناب، او ممكن يبقى كليب حسب النوع. وطبعا بيبقى في عندنا الالوان المختلفه زي ما احنا شايفين كده، بيبقى كل واحد من الليدز عليه اللون بتاعه بحيث ينقل الخطا على قد ما نقدر.
نبتدي نتكلم دلوقتي على التيبيكال اي سي جي سيستم. نبص على السيجنال بروسيسنج تشين اللي موجوده في اي جهاز اي سي جي، وعامه دي ممكن نعتبرها برضو ممكن تنفع لاي جهاز في الكتروفيسيولوجيكال سيجنال زي الاي اي جي او الاي ام جي، نفس الحاجه تقريبا. بيبقى في عندنا مجموعه من الالكترودز بتاخد السيجنال من البيشنت، بيبقى في عندنا بروتكشن سيركت هدفها ان هي تحمي الجهاز من اي فولتجز جايه من البيشنت ممكن تكون دينجرس على الانبوت سيركت بتاعت الجهاز. بيبقى في عندنا سيجنال سيلكشن ستيج ممكن من خلالها نختار واحده من دول هي اللي يحصل لها بعد كده سيجنال كونديشننج وفلترز، وبعد كده في الاخر بتدخل على الكمبيوتر عشان تتعرض. طبعا هنا احنا ممكن يبقى في عندنا عدد كبير من السيجنالز، بنختار العدد اللي احنا محتاجين نستعمله وهو بس اللي بيدخل على اساس ان احنا نقلل تكلفه الجهاز، لان ما نضطرش نعمل بقى بارلل سيجنال كونديشننج وفلترز وانالوج ديجيتال كونفرترز لكل واحده من السيجنالز المختلفه. بيبقى في عندنا مرحله مهمه جدا برضو اسمها سيجنال ايزوليشن، بهدفها ان هي تخلي البيشنت معزول عن الاي سي اللي موجود عندنا في جهاز الاي سي جي، وبالتالي بنحمي بيه الجهاز، بنحمي بيه البيشنت. طبعا بيبقى في عندنا كمبيوتر او مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر وات ايفر حسب التكنولوجي بتاعت الجهاز، هي بتكنترول السلكشن لاينز وبتكنترول كل المراحل الموجوده عندنا في الجهاز علشان في الاخر تسمح ليوزر انترفيس ان هو يعرض السيجنال، وممكن يبقى فيه كنترول من اليوزر انترفيس على اللي بيحصل في السيجنال بروسيسنج. ممكن يبقى فيه برضه بعض الاحيان يبقى فيه ديجيتال انالوج كونفرتر ياخد برضه سيجنال من الكمبيوتر ويعمل لها صوت يطلعها عن طريق سماعه يطلعها كصوت، مثلا فرضا عايزين نسمع كل نبضه مثلا نسمع بيب مثلا ولا حاجه ممكن يتم من خلال حاجه زي كده. نبتدي اول حاجه بالبروتكشن سيركت. البروتكشن سيركت هدفها ان لو في عندنا على البيشنت فولتج كبير زي مثلا في حاله لما بكون بابلاي ديفيبريليتور وممكن نحط عليه مثلا حاجات بثاوزندز اوف فولتس، دي تبقى مشكله بالنسبه للانبوت سيركت بتاعت الجهاز. فهدف البروتكشن سيركت ان هي تاخد الفولتج العالي جدا اللي جاي من البيشنت ده اللي ممكن يبقى يعني عالي على الاقل في بعض الاوقات، ويعمل له ريدكشن بحيث ان هو يبقى within limits محدده من الاول خالص. يعني على سبيل المثال في عندنا السيركت الاولانيه اللي هي دي عباره عن تو دايودز بالشكل اللي هو البسيط جدا دوت. طبعا الدايود الاون فولتج بتاعه بيبقى 0.6، فاكشوالي لو انا حطيت اي فولتج هنا الفولتج دوت لو حصل ان الفولتج عالي عن 0.6 الدايود كده كده هيبقى شورت سيركت عند 0.6، فمعنى كده ان الفولتج هنا بين النقطتين دول مش هيبقى اكتر من 0.6 ولا يبقى اقل من ماينس 0.6، لان التو دايودز دول واحد فيهم هيبقى اون وبالتالي هيخلي الفولتج ما يزيدش عن الحد دوت. طبعا المشكله ان احنا لما بيبقى عندنا فولتج عالي مثلا سي 1000 فولت ولا حاجه وبنحطه دايركتلي على الدايود بالشكل ده كده هيبقى في عندي مشكله ان الكرنت هيحرق الدايود، الكرنت هيبقى عالي جدا هيحرق الدايود. براكتيكالي ال 1000 فولت مثلا حطيناها هنا هيبقى ماينس 0.6 اللي هي الاون فولتج بتاع الدايود، هيبقى بيسكلي محطوط على شورت سيركت، فبالتالي الكرنت هيبقى عالي جدا لايكلي ان هو يحرق الدايود دوت. فعشان كده بنحط ريزيستنس هنا بحيث ان هي تلمت الكرنت للحد اللي هو يقدر الدايود ده يتحمله. نفس الكلام ممكن نعمله عن طريق زينر دايودز. الزينر دايود بيتميز ان هو بيكوندكت في الريفرس دايركشن لما بيوصل في زينر، بيبقى كل واحده من الديفايسز اللي هي الزينر دايودز بيبقى لها حاجه اسمها في زينر بتبقى مواصفه موجوده، وممكن يبقى في عندنا عدد من الزينر دايودز كل واحد بفي زينر مختلفه. فبالتالي احنا لما بنحط هنا في زينر مثلا في الريفرس دايركشن هو بيكوندكت يبتدي كوندكت ويكوندكت عادي جدا ما بيحصلوش يعني بريك داون زي الدايودز الثانيه ويبقى دامج، لا ده ممكن هو يبقى كانه شورت سيركت. فمعنى كده لو الفولتج اللي هنا في النقطه دي عباره عن في زينر زائد 0.6 يبقى معنى كده ده هيبقى كوندكتنج، وبالتالي الليمت بتاع الفولتج هنا هو عباره عن في زينر بلس 0.6. بالعكس بقى لو حطينا نفس الفولتج ده بالنيجاتيف ده هيبقى كوندكتنج وده هيبقى فورورد دايركشن، فمعنى كده هيبقى من بلس ماينس في زينر بلس 0.6، وبالتالي برضو بيعمل ليميتيشن للفولتج اللي داخل بحيث ان هو يبقى محدود جدا ريلاتيف للفولتج اللي هو الكبير اللي ممكن يبقى موجود عندنا من ديفيبريليتور او من الكتروسيرجيكال يونت او الحاجات دي كلها. فالديزاين بتاع الدوائر دي مش هدفها ان هو يحمي البيشنت، لا ده هدفها ان هو يحمي الجهاز من الفولتجز العاليه اللي ممكن تتواجد لحظيا على البيشنت، وبالتالي لو هي ما فيش بروتكشن سيركت هيبقى في دامج بالنسبه للجهاز.
جزء السيجنال مالتيبلكسنج هدفه ان هو ياخد مالتيبل ليدز مثلا، او عندي الكترودز كتيره اختار منها الالكترودز اللي انا محتاجها علشان اطلع السيجنال مثلا ليد 1 او ليد 2 او وات ايفر. فهي بيسكلي بنستعمل حاجه زي الانالوج مالتيبلكسر اللي هو مثلا زي 4051 على سبيل المثال، هو بياخد مجموعه من السيجنالز مثلا هنا ده بياخد 8 وبيطلع واحده بناء على سيلكشن لاينز معينه. فطبعا ممكن يبقى في عندنا اكتر من كده، في بعض الاحيان ممكن يبقى في عندنا 16 في واحد، يعني بدل ما هي 8 شانل يبقى 16 شانل، بس يبقى نوع مختلف غير 4051. فبالتالي احنا هنا ده بيسمح لنا ان احنا نخفض تكلفه الجهاز، علشان بيبقى في عندنا امبليفاير واحد، ويبقى في عندنا فلتر واحد، ويبقى في عندنا انالوج ديجيتال كونفرتر واحد بيكبر السيجنال اللي طالعه من الانالوج مالتيبلكس. فهو هدف السيجنال سيلكشن انا بختار السيجنال من كل الالكترودز اللي عندي، والسيجنال دي هي اللي بتتكبر وبتطلع في الاخر على الديسبلاي بتاع الاي سي. في مرحله السيجنال كونديشننج الحقيقه مرحله مهمه جدا، وهي بيسكلي ساعات الناس بتسميها انالوج فرونت اند. عموما البايو سيجنالز لها خصائص معينه ان هي فيري ويك. فيري ويك معناها ان هي الامبليتيود بتاعها بيبقى فيري لو، وان الاوتبوت امبيدنس بتاعت السورسز بتبقى فيري هاي. لما يكون عندنا كومبينيشن بالشكل ده كده، اي كارنت صغير نسحبه من السورس هنلاقي ان الفولتج حصل له دروب جامد جدا، ينزل تحت الليفل بتاع النويز. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نعمل حاجه عشان تكبر لنا السيجنال دي بشكل يكون افكتيف. برضو من الحاجات اللي احنا بنشوفها في الاي سي جي بالذات ان السيجنال ديفرنشال، يعني زي ما احنا شفنا كده احنا بناخد السيجنال مثلا بتاعت الليد 1 مثلا، هي عباره عن الفرق بين مثلا اللي هو الرايت ارم والليفت ارم. اوكي، فبيسكلي احنا عندنا السيجنال ديفرنشال، يعني ديفرنشال معناها ان هي تو سيجنالز ريليتيف لبعض، مش سيجنال ريليتيف للجراوند. احنا هنا ما عندناش جراوند في البيولوجيكال سيجنالز او البايو سيجنالز، فبالتالي السيجنالز كلها بتبقى ديفرنشال، فمحتاجين حاجه زي ديفرنشال امبليفاير. واحسن ديفرنشال امبليفاير عاده بيبقى بنسميه الانسترومنتيشن امبليفاير، وهو ده اللي فعلا بيستعمل عندنا في الانالوج فرونت اند بتاع الاي سي جي. دي مثال لدائره للاي سي جي، الحقيقه فيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها موجوده في نفس السيركت. هنا بيبقى في عندنا في الاول خالص بيبقى في عندنا مرحله بروتكشن، يعني الجزء دوت بيبقى هو البروتكشن سيركت، فده ممكن يتعمل باي واحده من التكنولوجيز اللي احنا شفناها قبل كده. دي الريزيستنس اللي هي السيريز ريزيستنس اللي هي بتعمل ليميتنج للكرنت اللي جاي لي من الـ من الـ من البيشنت، بحيث لو في عندي هاي فولتج ما يحرقليش البروتكشن ديفايس. طبعا هناخد بالنا ان احنا عندنا هنا ده واحد اثنين، يعني تو شانلز، ودي بتبقى ريفرنس اللي هي رايحه للرايت ليج. فبيسك دول مثال لتو الكترود. لو عندنا كذا شانل بيبقى كلهم نفس الحاجه، زي ما انتم شايفين السيركت نفسها نفس المكونات موجوده في كل واحد فيهم. هنا بيسكلي بيبقى في عندي هنا كاباسيتنس، والكاباسيتنس مع الريزيستنس الموجوده دي والريزيستنس الموجوده دي بيعملوا مع بعض فلتر، بيعمل لي فلتريشن مبدئي للسيجنال بتاعت الاي سي جي. وهدفه برضو ان هو في بعض الاحيان لما بتكلم على نويز جايه لي مثلا من الكترو سيرجيكال يونت بتبقى فيري هاي فريكونسي، فلما بحط كاباسيتور زي كده ده بيعمل افكتفلي، يعني بيشيل كل الهاي فريكوانسي نويز اللي جايه لي من البيشنت. بتخش بعد كده على الانسترومنتيشن امبليفاير ستيج. الانسترومنتيشن امبليفاير ده هي الكونفيجريشن الاساسيه بتاعته، وطبعا بيبقى في عندنا مشكله ساعات كتيره بتحصل ان الريزيستنس بتاعت كل ليد ممكن تبقى مختلفه عن الثانيه، فممكن يبقى في عندنا هنا بعض الادجستمنتس كده عشان تحاول تميك الريزيستنس بتاعت كل واحده فيهم تعمل لها ماتشنج، تعمل ماتشنج للريزيستنسز او الامبيدنسز بتوين كل واحده من الالكترودز وبعض، بحيث ان احنا لو في عندنا ميس ماتش الحقيقه ممكن يبقى في مشاكل بالنسبه للامبليفيكيشن هنا. في الاخر بعد ما نعمل الامبليفيكيشن بالانسترومنتيشن امبليفاير ده، هو بياخد السيجنال اللي جايه له هنا وهنا ويطلع في الاخر الاوتبوت هنا عباره عن جين تايمز الفرق بين الاثنين دول. في مرحله ثانيه موجوده هنا هي عباره عن اوفست كومبنسيشن، او ساعات ممكن نعتبرها اوفست اديشن اكشوالي. احنا هنا ممكن حسب القيمه اللي احنا حطينا هنا من الجزء دوت، دي بتاد دي سي اوفست على الاوتبوت هنا اللي طالع لنا من الامبليفاير. دي ساعات كتيره جدا بتبقى مفيده، علشان ممكن اقدر بيها ان انا ارسم مالتيبل سيجنالز على نفس الديسبلاي، يعني اخلي مثلا لو عندي مثلا فرضا هرسم ليد 1 وليد 2، ما ينفعش ارسمهم هما الاثنين في نفس السكيل وكلهم يبقوا سوبر امبوز على بعض، يبقى هم كلهم على بعض ما يبقاش في فرق بينهم، فبضيف على واحده فيهم دي سي اوفست علشان اقدر اشوفه مثلا فوق، والتاني يبقى مثلا دي سي اوفست بالعكس مثلا عشان اشوفه تحت، فالاثنين اشوفهم على نفس الديسبلاي
بشكل يكون يعني بسيط في الانتربريتيشن. هنا بقى الحقيقه في عندي جزئين مهمين جدا، وعاده الجزئين دول بيبقوا موجودين في الاي سي جيز اللي هي تعتبر يعني متقدمه شويه. يعني بالنسبه اول حاجه الاكتيف رايت لاج، في عندنا مشكله ان احنا في الجسم بيبقى في عندنا يعني الجسم نفسه بيشتغل كانه انتنه بياخد النويز اللي موجوده في الانفايرمنت، وممكن تدخل من خلال الشيلد، ممكن تدخل من خلال الالكترودز تبقى سيجنال داخله للامبليفاير، والامبليفاير يفتكرها انها واحده من الحاجات اللي جايه لي من الجسم. فالحقيقه الجزء بتاع الاكتيف رايت لاج هدفه ان هو ياخد الكومن مود سيجنال، هي سيجنال اللي هي موجوده في التو الكترودز. لو انا عندي نويز على الجسم بتبقى موجوده في نفس في الالكترودز بنفس الشكل بالظبط. فهو هنا النقطه دي هي اكشولي عباره عن الافريج بتاع التو سيجنالز دول، يعني بمعنى ان هي دي الكومن مود سيجنال الموجوده عندي في الانبوت سيجنال. فانا باخدها وبعمل لها هنا نيجاتيف امبليفيكيشن، يعني بضربها في نيجاتيف فاكتور وادخلها على الجسم. الهدف بتاع الرايت الاكتيف رايت لاج دوت ان هو يحاول يعادل النويز اللي موجوده عندنا في البيشنت بحيث انها تبقى اولموست صفر. يعني اكني بعمل فيدباك لوب هنا كده، بتحاول دايما تخلي الفولتج اللي على الجسم الكومن مود فولتج اللي على الجسم يعني بحاول اخليه يساوي صفر. نفس الفولتج هو الناس لقت ان هي طبعا احنا عندنا الكيبلز نفسها اللي باخدها من البيشنت او الليدز بتبقى شيلدد، بتبقى كواكسيال كيبل. كواكسيال كيبل بيبقى السلك ماشي في النص وفي عندي شيلد كده المفروض ان هو بوصله بالجراوند. الناس لقت ان انا لما بوصل الشيلد بدل ما بوصله بالجراوند بوصله بالكومن مود سيجنال اللي انا واخدها من هنا، نفس السيجنال اللي انا باخدها هي نفسها باخدها زي ما هي كده بخليها هي اللي موجوده على الشيلد، لقوا ان ده اكشولي بيبقى افضل بالنسبه للسيجنال بتاعتي، وبيخلي يعني بعض المشاكل اللي بتطلع مثلا زي مثلا في بعض الاحيان حاجات مثلا زي الموشن ارتيفاكت ساعات بتطلع احسن او بتطلع اقل، يعني بتبقى سبريس اكتر شويه لما بعمل اللي بسميه هنا اكتيف شيلد اللي بوصل فيه الكومن مود سيجنال بوصلها بالشيلد بتاع الالكترود. فدي الحقيقه برضو لها ادفانتج، ويعني طبعا لو مش هوصل بالاكتيف شيلد سيركت بوصل طبعا دي لازم توصل بالجراوند عشان طبعا تقلل لي النويز اللي تبقى جنريتد داخل السيجنال ليد اللي جايه لي من البيشنت. السيجنال ايزوليشن هدفه ان هو يعمل بريكنج للاوميك كونتينيوتي بين البيشنت والاي سي مينز. يعني بمعنى لو انا بصيت على السيركت بتاعت الاي سي جي ولقيت ان انا عندي اطراف الاي سي ممكن ان انا الاقي لها باث او طريق من اول واحده من الاطراف بتاعت الاي سي لغايه البيشنت، يبقى في مشكله ممكن تحصل. لو حصل يعني اي واحده من الكومبوننتس حصل لها مشكله ممكن في لحظه ممكن الاقي الاي سي يبقى موجود على البيشنت. فهدفي ان انا ابريك الاوميك كونتينيوتي، يعني ما بقاش في ريزيستنس بين الاي سي وبين البيشنت، لازم يكون في حاجه تبقى اكنها اوبن سيركت. فالاوبن سيركت دي لها طرق كتيره ممكن نعملها، منها الطريقه الاساسيه اللي بتستعمل ان انا احط حاجه زي ترانسفورمر. ترانسفورمر بيبقى عندي في جانب موجود فيه مثلا الواحد فيهم اللي موجود فيه السيجنال، واحد الناحيه الثانيه هو اللي موجود في الجزء الثاني اللي فيه الامبليفاير واصل بالكمبيوتر وفي الباور سبلاي اللي هو في الاخر واصل بالاي سي. فمعنى كده انا عملت ايزوليشن للجزء اللي هو جاي من البيشنت اللي هو الجزء اللي في الجنب ده، وبيسكلي الجزء الثاني اللي واصل بالاي سي يبقى في الجانب الاخر بحيث ان بينهم في انفصال، مفيش هنا اوم هنا مفيش هنا عندنا ريزيستنس بين الطرفين دول لان في ترانسفورمر. نفس الكلام محتاج اعمله للسيجنال وللباور، ما ينفعش اعمله للسيجنال بس او اعمله للباور بس. السيجنال لو عملتها لوحديها هتلاقي ان الامبليفايرز الموجوده هنا محتاجه باور، فبيسكلي لو انا عملت ايزوليشن للسيجنال بس وخدت الباور ما هياش ايزوليتد، يبقى معنى كده انا خليت في طريق عندي من الاي سي للبيشنت عن طريق الباور. فهنا لازم اعمل ايزوليشن للسيجنال والباور بالشكل دوت. في عندنا اكشوالي تشيبس موجوده متاحه من مثلا انالوج ديفايسز او تكساس انسترومنتس، هتلاقي ان هي مثلا تشيب دي هي البلوك دايجرام بتاعها دوت بيعمل لنا الايزوليشن بتاع السيجنال والباور في نفس الشيب، وبيبقى كل الموديول ده بيبقى جاهز ونقدر على طول نستعمله زي ما احنا شايفين هنا. الطريقه الثانيه ان احنا نعمل سيجنال ايزوليشن هي باستعمال اوبتو كابلرز. الاوبتو كابلرز بنحول السيجنال لضوء عن طريق ليد، وبعد كده بيبقى في الناحيه الثانيه فوتو ترانزستور بياخد الاضاءه اللي جايه من هنا حسب الشده بتاعتها بيطلع لي كارنت مقابل ليها.
وبالتالي انا هنا اكني بنقل نفس الكارن دوت، بنقله الناحيه الثانيه من غير ما يكون في ريزيستنس بين الاثنين، بيبقى في هنا سيباريشن بين التو بارتس دول. وبالتالي ممكن اعمل الكلام ده، ممكن اعمله في السيجنال، وممكن اعمله كمان في الحاجات، مثلا ممكن اعمله كسيجنال كانالوج سيجنال يعني تبقى لينير، او ممكن اعمله كديجيتال داتا يعني اخلي جانب مثلا في كل حاجه لغايه الديجيتال انالوج ديجيتال كونفرتر، واحول الديجيتال داتا بعد كده اوصلها بالجزء اللي فيه الكمبيوتر وفيه الباور سبلاي عن طريق اوبتو ايزوليتور، او ممكن استعمل اوبتو ايزوليتور ده للسيجنال بتاعت الاي سي جي نفسها اللي هي الانالوج سيجنال، واعمل لها كونفرجن الناحيه الثانيه تبقى ايزوليتد بنفس الشكل. فالحقيقه الايزوليشن ده مهم جدا، وده مهم الحقيقه عاده في الاجهزه اللي هي اي سي باورد. لو الجهاز بتاعي باتري باورد يعني فيه بطاريه، ما بيبقاش عندي المشكله دي، يعني ممكن ما احتاجش الايزوليشن، لان البطاريه مهما كانت ما بيبقاش فيها خطوره انها تبقى موجوده ان كونتاكت مع البيش. انما لو الجهاز بيوصل بالاي سي يبقى لازم يبقى عندي الايزوليشن ده، وميك شور ان ما فيش اي اوميك كونتينيوتي بتوين البيشنت والاي سي. نبدا دلوقتي نتكلم على الارتيفاكتس اللي بتظهر لنا في الاي سي جي. اول واحد يعني بيطلع لنا هو الالكتريك فيلد ارتيفاكتس. الالكتريك فيلد كابلنج بيسكلي لو انا عندي باور لاينز، يعني هو ده بيسكلي الناس لما بتتكلم على الالكتريك فيلد عاده بتعني الانترفيرنس اللي جاي لنا من الباور لاينز. الباور لاينز بيسكلي ممكن اتخيل ان انا لو في اي سلك ماشي فيه اي سي، عامه البيشنت كوندكتور والسلك نفسه كوندكتور، فبيحصل بينهم يبقى في ستري كاباسيتنس بين الاثنين، بتسمح لان البيشنت كله يبقى بيسكلي عليه نويز، بتبقى عباره عن حاجه جايه لي من السيجنال، سيجنال جايه لي من الباور لاين. المشكله في السيجنال دي نتيجه ان هي البيشنت كله كوندكتيف، يعني هو بيسكلي اي سيجنال في اي نقطه بتبقى واصله لكل النقط، نفس السيجنال هي بتبقى داخله على يعني داخله على الرايت على الليفت ارم وعلى الرايت ارم وعلى على الليفت فوت. اوكي، فالمشكله هنا ان احنا يعني لو في عندنا امبيدنس ميس ماتش، لو في عندي مثلا الاولانيه زي واحد مثلا وزي اتنين مختلفين عن بعض، هلاقي ان يبتدي يبقى في هنا بوتنشال ديفرنس بين الاثنين دول، بين النقطتين دول، والبوتنشال ديفرنس بيعتمد على السيجنال اللي هي الالكتريك فيلد سيجنال اللي موجوده عندي في البيشنت. فبالتالي يعني ممكن تعملي انترفيرنس على الاي سي جي سيجنال النهائي. لما بنتكلم على الكومون مود فولتج بنتكلم على فولتجز يعني في حدود مثلا 100 ملي فولت. 100 ملي فولت بالنسبه للاي سي جي سيجنال اللي هي الماكسيمم بتاعها بيبقى 5 ملي فولت، بتبقى طبعا دومينيتنج، يعني بتبقى صعب جدا ان انا اعملها اجنورنج. فبالتالي بنتكلم على ان احنا لازم يعني مهم جدا ان احنا نعمل بالانسنج للالكترود كونتاكت امبيدنس اللي هي الموجوده هنا دي، اللي احنا زي ما شفنا في الدايره بتاعه الانالوج فرونت اند ممكن نعملها من خلال ان احنا نعمل شويه ادجستمنت في الامبليفاير بحيث ان احنا نعوض الفروقات اللي موجوده عندنا هنا في الالكترود امبيدنسز. فبيسكلي عشان مينيمايز النوع ده من الارتيفاكتس نستعمل هاي امبليفاير انبوت امبيدنس. لو انا عندي هنا الامبليفاير اللي هو ديفرنشال امبليفاير هنا الامبيدنس بتاعته فرضا انفينيتي. انفينيتي معنى كده انا تقريبا مش بسحب كارنت هنا. لما ما بسحبش كارنت هنا يبقى معنى كده فعليا الفولتج الموجود هنا والفولتج الموجود هنا يعني هم زي ما هم هيفضلوا موجودين. يعني لو عندي هنا الفولتج هو بتاع الالكتريك فيلد هنا وهنا هيبقى بيسكلي هو ده زي ده بالظبط. فلما ادخله على الديفرنشال امبليفاير اللي هو الانسترومنتيشن امبليفاير هلاقي ان هيكبر الفرق اللي بينهم اللي هو صفر. فده مهم جدا طبعا عشان يعمل لي الموضوع ده. وفي نفس الوقت لازم طبعا وانا بركب الالكتروز لازم اركب الالكتروز وذ كير علشان يبقوا ماتش مع بعض، عشان ما يبقاش في يعني ميس ماتش جاي لي من ان الالكترود ده ابلايد بشكل وده ابلايد بشكل تاني، وطبعا لازم يكون نوعهم واحد علشان ما يبقاش في اي ميس ماتش بينهم. فلو عملنا الحاجتين دول الحقيقه غالبا بيبقى ممكن نعمل مينيمايزيشن للالكتريك فيلد ارتيفاكتس. عادة يعني الكتريك والالكترومغنتيك الاثنين حقيقه يعني رياليستيكلي هم حاجه واحده، بس النقطه ان احنا بنتكلم في الكترومغنتيك فيلد ارتيفاكتس بنتكلم على الايفكت بتاع الانترفيرنس اللي موجود دوت على الليد نفسها. يعني نتكلم بقى على زي ما احنا شايفين هنا كده في النوع الاولاني كان الانترفيرنس جاي لي من البيشنت هنا او جاي لي من خلال البيشنت، هنا الانترفيرنس جاي لي من خلال الليدز نفسها. يعني في عندي كاباسيتيف كابلنج بتوين الباور لاينز والليدز، فطبعا دي لازم نعملها مينيمايزيشن. فبعنا كده لو احنا عندنا برضه لو عندنا امبالانس في الامبيدنسز ده برضه بيخلي
الايفكت بتاع الكابلنج ده بيبقى ورس بالنسبه لي بالنسبه للانسترومنتيشن امبليفاير، فبالتالي ممكن يعمل لنا مشكله. فبنتكلم هنا ان احنا عشان مينيمايز الكلام ده بنستعمل تايتلي تويستد وايرز، يعني بنحاول نعمل تويستنج للوايرز. التويستنج الواير ده بيقلل النويز وبيخليها تبقى بيسكلي يعني الكابلنج ده بيبقى مينيمم. ودايما بنحاول ان احنا يعني نخلي ما نخليش مثلا الكترودز او ما نخليش الليدز تعمل لوبس، عشان ما تبقاش عامله زي اكنها مثلا انتنه فتستقبل السيجنال من الانترفيرنسز بشكل اكبر. بنحاول نزود الديستنس من الديستربنج سورس. لو انا عارف ان في سورس اوف ديستربنس مثلا موجود في مكان معين، بحاول ان انا اخلي المسافه بتاعت البيشنت عنه، المسافه بتاعت الليدز عنه اكبر ما يمكن. بنحاول نعمل شيلدنج، ممكن في بعض الاحيان طبعا في الاي اي جي بالذات، الاي سي جي ممكن ما يحتاجش قوي، بس في الاي اي جي ديفينتلي بيحتاج ان الغرفه بتاعت الاكزامينشن تبقى شيلدد. ده بيقلل كتير جدا الانترفيرنس. طبعا ممكن برضو نتيجه ان احنا بنعمل الكابلنج ده بيحصل مع الليدز نفسها، لو غيرنا البوزيشننج بتاع البيشنت ممكن برضو ان هو يخلي النويز ممكن تختلف، فممكن برضو ان احنا نغير وضع البيشنت ونشوف احسن وضع يبقى النويز فيه اقل ما يمكن. وبرضو نفس الكلام الاورينتيشن بتاع الليدز اللي هي الاسلاك اللي موجوده هنا اللي هي طالعه من البيشنت رايحه للجهاز، ممكن نعمل لها ري اورينتيشن عشان نشوف احسن وضع برضو ممكن يقلل لنا النوع ده من النويز. واحد من اهم الارتفاكتس اللي بتحصل عندنا في الاي سي جي هو الموشن ارتفاكت. الموشن ارتفاكت ده مش شرط البيشنت يكون بيتحرك حركه كبيره، ده ممكن يبقى من مثلا حاجه زي الريسبيريشن اللي هو الطبيعي جدا ممكن يعمل لنا موشن ارتفاكت. الحقيقه الاوريجن بتاع الموشن ارتفاكت معقد جدا، بس الناس لقت ان هو بيبقى في معظمه يعني بيحصل نتيجه ل يعني تغيرات في العلاقه بين الالكترود وبين السكن. موستلي لما بيحصل ديفورميشن للسكن، لما بيحصل حركه، الحركه طبعا ممكن تسبب السكن ان هو يتشد او يعني يبقى ريلاكس اكتر شويه، وبالتالي بيغير الطبيعه بتاعه الانترفيس اللي بين الالكترود وبين السكن. فاي حاجه يعني اي حركه بتعمل لنا الديفورميشن او تغيرات بين الالكترود وبين السكن بتعمل لنا موشن ارتفاكتس. الحقيقه عشان يمينيمايز النوع دوت، الحقيقه الموضوع معقد شويه، وفي بعض الحاجات ممكن تبقى اكسبيرمنتال، يعني بتبقى حاجات مثلا هي الطرق بتاعه المينيمايزيشن بتبقى الناس لقت ان هي لما بتعمل حاجه معينه بتخلي الموشن ارتفاكت يبقى اقل. يعني مثلا ممكن الكلام ده يتعمل عن طريق الهاردوير، ان احنا نستعمل نون بولارايزبل الكترودز، دي بتحسن الموشن ارتفاكتس، بتقلل الموشن ارتفاكتس، لان البولارايزبل الكترودز بتبقى كاباسيتيف، وبالتالي الكاباسيتنس طبعا بتاثر كتير جدا بالديستنس بين البليدز بتوعها، فبيسكلي بتسبب ان الارتفاكت يبقى اكتر شويه من النون بولارايزبل. ممكن احنا نحط جيل برضو بشكل كافي، ما هوش زياده وما هوش قليل، علشان نمينيمايز الديفورميشن اللي بتحصل، نمينيمايز الفروقات اللي بتحصل في السكين امبيدنس، ونخلي الانترفيس بين الالكترود وبين السكين يبقى as stable as possible. ممكن برضو الناس لقت لما تستعمل امبليفايرز الانبوت كارنت بتاعها قليل جدا، يعني اقل من 10 بيكو امبير فور اكزامبل، بتحسن برضو الموشن ارتفاكتس، بتخليها اقل. برضو من المهم برضو ان احنا لو احنا بنستعمل مثلا ليدز، نحاول ان احنا نستعمل الليدز نفسها تبقى as lightweight as possible، يعني connections والليدز والوايرز والحاجات دي كلها تبقى وزنها يبقى اخف ما يمكن، بحيث الحركه ما تسببش انها تعمل شد على الالكترود فتسبب مشاكل برضو ان هي تغير الطبيعه بتاعه العلاقه بين الالكترود وبين السكين. في طرق اخرى بقى بتحاول ان هي تمينيمايز الموشن نفسه، مش تمينيمايز الموشن ارتفاكت اللي في الاي سي جي سيجنال، لا بتمينيمايز الموشن عشان ما يبقاش فيه موشن ارتفاكتس من الاساس. في الطرق دي الحقيقه بنعمل ريستريكشن للبيشنت موفمنت، ممكن مثلا لو البيشنت صحته كويسه مثلا او يقدر ان هو يتعاون، ممكن نطلب منه ان هو يعني يعمل مثلا ياخد نفس مثلا ويستنى شويه، ما ياخدش نفس الفتره اللي بياخد فيها شويه قياسات. او ممكن مثلا في البيشنتس اللي هم ممكن يعني تعمل لهم سيديشن مثلا، ممكن يعني يبقى في مثلا يعني بعض الانواع من المهدئات مثلا هي تخلي البيشنت ما يتحركش كتير في اثناء فتره القياس. فبيسكلي بس يعني عامه يعني كل الطرق دي بتحاول ان هي تقلل الموشن نفسها علشان في الاخر ما يبقاش في موشن ارتفاكت. واحده من الحاجات اللي هي بقى داخله في التصميم بتاع الجهاز نفسه حاجه بنسميها ريزيستور نويز.
الريزيستنس نويز بيسكلي اي ريزيستنس موجود عندنا في اي الكترونيك سيركت دي بتكونتريبيوت نويز. والامبليتيود بتاع النويز ده الحقيقه يعني بيبقى باي ديفينيشن كده بروبورشنال تو ذا سكوير اوف ذا برودكت اوف ذا باند ويث اند ذا ريزيستور فاليو. يعني بيسكلي لو انا ضربت الباند ويث في الريزيستور فاليو الامبليتيود بتاع النويز بيبقى بروبورشن للسكوير بتاع الاثنين دول مضروبين في بعض. فبالتالي طبعا الريزيستور فاليو كل ما بتكبر كل ما الريزيستور نويز بتبقى اكبر. فبالتالي احنا بنحاول دايما في السيركتس اللي هي بنستعملها في الاي سي جي او في عامه في الالكتروفيسيولوجيكال سيجنال امبليفيكيشن بنحاول دايما نخلي الريزيستور فاليوز تبقى اقل ما يمكن عشان تقلل لنا الريزيستور نويز. فطبعا احنا بنتكلم على اي امبليفاير في الدنيا يعني هو نفسه بيبقى يعني بيزود نويز نتيجه لوجود الريزيستور دي موجوده فيه. فبالتالي طبعا احنا بنتكلم على ان احنا عاده في الامبليفيكيشن في البيولوجيكال سيجنالز بنحاول نستعمل يعني كلاس اوف امبليفايرز او تكنولوجي بتاعت امبليفايرز بنسميها لو نويز امبليفايرز. يعني احنا ممكن نشتري امبليفاير عادي مثلا زي 741 او الحاجات اللي زي كده دي بتبقى النويز بتاعتها بتبقى عاليه جدا. في انواع تانية بتبقى متصممه بحيث انها تبقى اوبتمايز ان هي ما تزودش نويز عالي. يعني دايما اي امبليفاير مهما كان لازم هيزود نويز، احنا بنحاول نمينيمايز النويز اللي احنا بنضيفها على السيجنال بتاعنا. من الحاجات اللي بنقدر نمينيمايز بيها الريزيستور نويز برضو لما بنتكلم بقى على الريزيستنس اللي بين الالكترود وبين السكن. فبيسكلي لو احنا استعملنا لارج سيرفيس اوف الكترود يعني الالكترود نفسه يبقى السيرفيس اريا بتاعته كبيره بتقلل الريزيستنس بتاعه الالكترود سكن انترفيس. وممكن برضو طبعا حكايه الاستعمال بتاع اللو نويز امبليفايرز حاجه مهمه جدا علشان تقلل لنا او تمينيمايز النويز اللي جايه لنا من الامبليفاير. في عندنا سورس اخير للانترفيرنس اللي بيعمل لنا برضو بعض المشاكل في الاي سي جي سيجنال ده ما نقدرش الحقيقه نعمل فيه حاجه لان هو عباره عن انترفيرنس من اذر بايو سيجنالز. لو احنا بصينا على البيولوجيكال سيجنالز في الدياجرام دوت الاكسس دوت فيه الفريكوانسي والاكسس ده فيه الامبليتيود. اي سيجنال في بينها وبين الاي سي جي، الاي سي جي المفروض الرينج بتاعه هنا اهو بنتكلم على حاجه يعني فراكشن اوف هرتز لغايه مثلا ممكن توصل لغايه مثلا افيو 100 هرتز. ده الرينج بتاع الفريكونسي بتاع الالكتروكارديوجرام اللي هو الاي سي جي. اي سيجنال بتوفرلاب في نفس الفريكونسي رينج مع الاي سي جي ممكن تعمل لنا انترفيرنس. النقطه بقى اللي احنا بنتكلم عليها يعني انهي سيجنال اللي تعمل لنا انترفيرنس على الاي سي جي بنتكلم بقى على نفس الرينج بتاع السيجنال مثلا اي ام جي في اوفرلاب كبير بينه وبين الاي سي جي. النقطه ان الامبليتيود بتاعي الامبليتيود بتاع السيجنال بتاعت الاي ام جي الاي ام جي سوري اللي هو بيبقى موجود في الالكتروميجرام اللي هو الجزء دوت سوري الجزء بتاع الالكتروميجرام دوت هنلاقي الامبليتيود بتاعه ممكن يبقى مثلا يعني اضعاف الامبليتيود بتاع الاي سي جي. الاي سي جي الامبليتيود بتاعه بنتكلم على فيو مايكرو فولت مثلا 100 مايكرو فولت مثلا لغايه 5 ملي فولت. فبنتكلم على يعني في لو رينج معين. الاي ام جي ممكن يوصل لمثلا ممكن يوصل مثلا 0.1 ولا 0.2 فولت. فالرينج بتاعه بيبقى اكبر بكتير جدا. لو شفنا هنا ده كده بيوصل الرينج بتاعه بيبقى اكبر بكتير جدا من الرينج بتاع الاي سي جي. فبالتالي الجزء اللي فيه بينه وبين الاي ام جي اوفرلاب هيبقى دومينيتد بالاي ام جي وبالتالي هيبقى صعب جدا ان احنا نريكفر الجزء دوت. طبعا لما بنعمل فلتر ممكن نعمل فلتر عشان يشيل لنا الانترفيرنس بتاعت اي ام جي بس طبعا زي ما احنا عارفين الفلترز بتشيل فريكونسيز. يعني عند الفريكونسي مثلا اللي هي دي مثلا عند الفريكونسي مثلا اللي هي بنتكلم على 100 هرتز مثلا في اي سي جي وفي اي ام جي ما ينفعش اشيل الاي ام جي واخلي الاي سي جي عند نفس الفريكونسي. الفريكونسي دي كلها يا اما نشيلها يا اما نخليها. فبالتالي لما احنا بنشيل المكونات الاساسيه بتاعه الاي ام جي هنلاقي ان احنا عندنا مضطرين ان احنا نشيل بعض المكونات اللي موجوده عندنا في الاي سي جي معاها علشان يعني بيسكلي الفلتر ما يقدرش ان هو يشيل سيجنال ويخلي سيجنال في نفس الفريكونسي. هو بيشيل كل الفريكونسي يا اما يخليها. فطبعا بنتكلم على الانترفيرنس اللي زي كده بنحاول ان احنا مينيمايز الحركه. الاي ام جي طبعا بتيجي نتيجه الحركه عضليه فبنحاول نقلل اي حركه عشان يقلل الاي ام جي اللي موجود عندنا وبيعمل انترفيرنس مع الاي سي جي. وفي نفس الوقت بنحط فلترز علشان تحاول ان هي الجزء اللي فيه اوفرلاب هنا ده كده نحاول يعني نشيل الكومبوننتس بتاعت الاي ام جي الكبيره ونخلي على قد ما نقدر الكومبوننتس الاساسيه بتاعت الاي سي جي ما يحصلهاش حاجه. طبعا لما بتكلم على الاي اي جي برضه في بينه وبين الاي سي جي اوفرلاب كبير
بس المشكله، او مش المشكله، الميزه هنا اكشوالي ان احنا عندنا الاي اي جي بيبقى اصغر بكتير جدا في الامبليتيود من الاي سي جي، فما بيعملش انترفيرنس يعني يذكر يعني بالنسبه للاي سي جي. نفس الكلام بالنسبه الكترو ريتينوجرام مثلا، الحاجات دي كلها طبعا زي ما احنا شايفين كده الاي سي جي يعتبر بالنسبه لها يعتبر كبير جدا. طبعا الممبرين والاكشن بوتنشال دي طبعا دي بنتكلم على ديب، ما نقدرش ان احنا ناخدها من بره، يعني ما نقدرش ان احنا ناخدها بسيرفس الكترود، فدي بتعتبر يعني الامبليتيود بتاع السيجنال كبير او كل حاجه، بس دي يعني على السيرفس لا تذكر برضه، ما لهاش قيمه تذكر. فبالتالي بالنسبه للاي سي جي احنا المين بايو سيجنال اللي بتعمل لنا انترفيرنس هي الاي ام جي، عشان الامبليتيود بتاعها كبير وفي اوفرلاب في الفريكونسي رينج، وده يعني بنتغلب عليها بان احنا نحط بروبر فلترنج. كفاينل ريمارك، لازم نبص على الاي سي جي ان هو مش الطريقه الوحيده علشان تقييم عضله القلب. القلب عامه لما بنبص عليه من خلال الاي سي جي احنا بنقيم الالكتريكال اكتيفيتي بس اللي موجوده فيه. الالكتريكال اكتيفيتي دي اكننا بنتكلم على الاشارات اللي رايحه للعضلات علشان تخلي البامبنج اكتيفيتي تحصل. فبنتكلم على ان احنا عشان نقيم القلب بطريقه سليمه لازم نبص على الجانب الاخر اللي هو بيبقى هو الاكشوال فانكشن بتاعت القلب، اللي هي الميكانيكال كاردياك فانكشن، هي البامبنج كاباسيتي بتاعت الهارت، عشان نقدر نقيم القلب شغال ازاي. فلازم دايما نحط في اعتبارنا ان الاي سي جي هو بيبص على الجانب الكهربي من الفانكشن بتاعت الهارت، اللي هي اكننا دي سيجنالز بتتبعت علشان تشغل القلب، انما هل هو اشتغل ولا ما اشتغلش ما اقدرش ان انا احكم عليه من خلال الاي سي جي وبس. فالحقيقه في عندنا انواع كتيره جدا ان احنا نقدر نبص بيها على الميكانيكال فانكشن، مينلي بنعتمد على ان احنا نبص على البلاد بريشر، ونعتمد ان احنا نبص على الكاردياك اوتبوت، والاثنين الحقيقه لهم طرق كتيره جدا عشان نقيسهم، ودي طبعا موضوع يعني لوحده منفصل يعني، بس انا حبيت بس نحط الاي سي جي ان كونتكست اوف كارديو فاسكولار مونيتورنج ان هو واحد من الحاجات اللي احنا بنستعملها بس ما هواش كل حاجه.